دق الطبول الحماية أو قلبي لهجل الكيف ولاحت سيوف النشامة أو كيف نصبر كيف أو يا سيف والفي حلو وانت حلو يا سيف وقلبي يحب الرهايف كيف ما كان انت حلو والفي حلو يا سيف وقلبي يحب الرهايف كيف ما كان دقوا لي دقه لعيون عيونه نسبيه دقوا لي دقه عيون عيونا نسبيا نهدي لها جهنا الغينا يا رب عيردوا علي دقوا لي دقة حربية عيون عيونا نسبيا دقوا لي دقة حربية عيون عيونا نسبيا نهدي لها جهنا الغينا يا رب عيردوا علي انت من الفنانين اللي بيسافروا كتير وعلى دول مختلفة واخر شيء بكندا، مين بتحس متعلق اكثر بالتراث، اللبنانيين اللي موجودين هون ولا المغتربين؟ والله في ناس اكيد اللبنانيين هون النبع،
وهونيك كمان النبع. بس انا شفت دبيكي بكندا وبامريكا ما شفتها، صدق بيدكم يعني ازود من هون وخلقانين هونيك. وهونيك لما كنت تقول شروقي مثلا العتيبه كله يبكي، اكيد مش حزن، حنين. ايه في حنين للارض، بس في قصه يعني نحن هلا مزعجين منها، انه في صار بالتراث في تشويه عم يتشوه. يعني القصه لبنان معلش هو قطع مرحله ثانيه من التراث البحث اللبناني القديم. يعني التراث اللبناني هو بالاساس زجل والراديو معنا، ما كان في اغاني. فالفتره اللي اجوا فيها المطربين الرواحل يعني اللي رحلوا عنا هودي اجوا بفتره ثانيه، هن عملوا التراث اللبناني بالاغنيه الجبليه الحلوه. فهلا صار في نقله من هاي الناس للي عم يصير هلا بالساحه. كنا بالسالفه، انا اللي بقول صار بدا اعاده تاهيل الناس، ادين الناس. الناس طيب يعني الناس عندنا بريئه واصيله وبتسمع وبتحمس ومهمين. الابن اللبنانيه وقعت على الفخامه الفنيه، بس رجعت تاهلت لشيء عم يضرب الهويه وعم يضرب ما بنوه قبلهم يعني. فانا هوني بتمنى انه من جميع وسائل الاعلام تعالج هالموضوع بطريقتها. ايه لانه انا بعرف انه انت عندك عتب على الصحافه وعندك عتب على اللي عم يتقدم. عم يصير شيء مش مزبوط للساحه، هيدي ساحه لبنان طلع منه عمالقه بكل المجالات، بالتمثيل، بالمغنى، بالموسيقى. شغله حلوه لبنان بالشرق مش لعبه يعني، خاصة بالتراث كانت شغلة عظيمة جدا. مثلا بنذكر زكي نصيف الراحل يعني طبعا. زكي وشحرورة ومنصور رحباني وشحرورة وديع صافي ومنصور وكلهم طبعا الله يرحمهم ومصري شمس الدين وهي الناس يعني ست فيروز طبعا. انه معقول نرجع ننحدر لهالمستوى هذا ويرجع تتعلم أدين الناس على هالشغلة؟ هلا اغلب الناس بيقول لك فلان، يعني بيفكروا انه فلان بعبع بخوف الفنانين، لانه هو الاعلام عمل لهم بعبع لدينيهم. مين بيسمع هلا علي حليحل؟ في قصايل كثير يعني، مش معناتها اذا حكينا هيك ما بقى في قصايل. طيب مين بيشدك؟ مين بيشدك؟ في كثير قصايل اكثر من الغير قصايل بلبنان والعالم. في ناس واعيه بس مش طالع بايدها الناس تقول لهم شو عم تعملوا على الساحه. ساحه فلتت بصراحه. انا بتمنى انه تنحط الايد بالايد بكل المجالات حالة ترجع تنضبط وتتكمل المسيره القديمه بنمط يعني بطريقه جديده. إيه؟ بس لحديت هلا ما جاوبتني، انت مين بتسمع؟ علي حليحل مين بيسمع هلا من الجيل الجديد؟ ولا انا بحترم كل الناس اكيد. مين بيسلطنك؟ والصوت الحلو بسمعه وبيعجبني. في اصوات حلوه يعني، يعني مبدئيا الصوت اللي فيك تعتمدي علي كمسرح وفخامه غسان صليبه طبعا. في زلمي عنده صوت ما مش ما يعني عنده خامه حلوه للمسرح بصراحه. وفي اصوات حلوه ما بنقول لا، بس في اصوات الاعلام عملها يعني كذبه كبيره ومشيت. انا هيدي ما بسمعها ولا بعترف فيها، لا هلا ولا بعد 100 سنه. في اصوات حلوه بلبنان بس يعني بس يعني حتى ايام قبل انا عديت شخص يعني مثلا بس طبعا في كثير إيه؟ بس هو حتى قديما كان في اصوات لابد بعد عيشي لهلا، وفي اصوات الاصيله. فانت بس عم تحكي انه يعني في واحد يقدر يسمع اقل مستوى من الاصوات اللي انت بتحب تسمعها يعني. لا اقول لك شغله، اللي ابنه صاغ واللي بيعرف الاصول ما في يكذب على حاله يجبر حاله يسمع شيء مسايرة للمجتمع. هلأ المجتمع بيقول لك فلان، هل فلان بيحكي بفلان؟ لك يا عمي فلان أنا مش شايفه بالمرة بعيوني، بيحكوا بفلان بس مش شايف. لا بس لوركا أنت أنا رأيي، إذا بدك رأيي رولا علي، هي تغيرت المفاهيم كلها بالحياة، مفاهيم يعني مش بس الفن، حتى مفاهيم إنسانية. كل شيء تغير، مثل الحب، مثل الحرية، مثل العيش، كيف انت بدك تعيشي حياه عاديه سليمه فيها كل يعني الامور الطبيعيه للناس برا باوروبا وبامريكا وبالبلاد الراقيه بيعيشوها، كلها تغيرت المفاهيم. البطل
مفهوم البطل تغير، صار العميل بطل وصار الحر سجين. في معين شايف صوت حلو يعني رائع. من هالاصوات اللي ملحم زين وملحم زين، احنا مش كثير طبعا عم نعد البقوا من اكيد ما حبينا نذكر الجميع. نعم ايه، فهيدا الشيء اللي عم بقوله. تغير على كل الساحه بيؤدي لانه على الساحه الفنيه يصير هذا يعني اللي عم بيصير. خلينا نشوف مجدي، مين بتسمع مجدي؟ مين بسمع؟ لا اجمالا انه مثل ما قال استاذ علي الكلام سليم وصحيح، مثل ما قالت لوركا كمان في شيء منه، بس المشكل انه نحن بهذا البلد اللي لا منتمي، يعني انا اللي بقول نحن شعب ما عندنا انتماء اساسا، نحن مختلف عن كل دول العالم، نحن مختلفين، يعني نحن اساسا ما بتشوفي بعد دوله بالعالم بتقطع فيها الكهرباء، معناتها نحن مختلفين، ما بنشبع حدا، نحن ناس يمكن مش كل لبنان، في قسم، في قسم من لبنان بعد الكهرباء ماشي حاله. لا 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 بكل كمان في عندهم وشه، يعني ما نحن عندنا وشه، نحن صار عندنا وشه. شو سببها؟ عندنا ذوق، كنا عم نحكي بره بده دوزان، الاعلام فعلا ومليون بالمية هو اللي ساهم ب شو بتسموها هودي بنشاز بنشاز الذوق الفني، ساهم ب يعني بقوه كبيره لنشاز الذوق الفني بكل شيء مش بس بالغنيه. وفي بعض المخرجين بدهم حبس مؤبد. ليش بقى؟ لانهم عملوا اشياء في مش مضبوطه، وفي محطات تلفزيونيه بدها حبس مؤبد، وفي برامج تلفزيونيه بدها اغلاق طبعا، وفي مسلسلات دراميه بدها وزاره التربيه وزاره الثقافه لازم تتدخل. يعني مثلا رح اذكر انا غنيه ما بعرف سمعتها بالزمانات وكان فيديو كليب وشافوه كل العالم، انه بنت رايحه على المدرسه بتكب الشنطه وبتروح مع صاحبها اف وبترجع اخر الدوام وامها مشغول بالها عليها انه تاخرت البنت عم تدرس، يعني هي عم تعك بالدرس منيح وهي كانت مع صاحبها، انه لا وزاره التربيه تدخلت ولا وزاره الثقافه تدخلت توقف هذا الكليب. نعم في اغاني لازم بس بركي في كليبات لازم تتوقف، في برامج تلفزيونيه لازم تتوقف، عن جد اللي عم بصير كثير في خطير. مسلسلات دراميه لازم تتوقف كثير خطير. هيدا الشيء بيساهم بالانحطاط، وهيدا انا بقوله مثلا الصهيونيه العالميه، ما هي الصهيونيه، لا الصهيونيه العالميه هي لما تحارك بذوقك وباخلاقك. هيدا اقوى حرب، هيدا سلاح اقوى من الذره، هيدا اقوى سلاح اكيد طبعا، اقوى من الذره هذا سلاح، ففايد فايد بمحطاتنا ما شاء الله. يعني عم ياثر على اجيال جديده. مين بيحب يعطينا حل؟ الحل ما انا بترجع للاعلام لوزاره الثقافه متابعه، اول شيء تيجي رئيس، اول شيء يعني لما يصير ما بيعمل شيء الرئيس، لما الله بيبعث لنا ناس مسؤولين سبحانه وتعالى يحبوا التراث مثل ما نحن بنحب الهويه والتراث ويحافظوا عليها، اكيد بترجع الامور كلها عامه. بس لما بيقوموا عن بس وين ما كان في هيك وفي هيك، بامريكا في هيك وفي هيك، لا في هونيك اذا قامت شكوى على انسان متعدي عليك بيخربوا له بيته، بينهم تقيم المشكي اذا معه شكوى اذا معه مصاري اكثر منك بيحبسك الك. أوف. انت عم تتعدي على فنان كبير. بس بتعرفي مزبوط انه بالتلفزيون الامريكاني تبع الولايه، مش عم بحكي عن الكيبل، انه المسبات ممنوعه بالتلفزيون، المسبه مش بيقطعوها، عندنا مباح، عندنا فيك تعمل اللي بدك اياه على التلفزيونات، وما في رقيب وما في حدا بيسال اوكي يلا ماشي. لك في ناس بيقدموا برامج عنا من العيب انه يطلعوا على التلفزيون، من العيب معدومي يعني ثقافه، اللغه العربيه ما عندهم، لك كيف بيطلعوا على التلفزيون بيقدموا برامج؟ هذا يعني لولا انت عم تقولي سوري، عم تقولي انه بامريكا وبغير المناطق في هيك وهيك، بس بلبنان ما في غير هيك. يعني اخر شيء اذا انت بدك تحضري مع عائلتك برنامج اجتماعي ثقافي وثائقي، شو في؟ قولي لي، ما في شيء بينحضر. ليالي الانس. بس انه الاولاد كمان اخر شيء ما عاد يحضروا موسيقى او ساعه مدري اي ساعه. لا بدنا شيء هالقد ما نستحي فيه يعني. تعتقدوا انه لازم ناخذ مبادره منا نحن شخصيه يعني فرديه؟ لا انا بعتقد نحن اضعف الموجودين. اللي موجود اقوى منا بكثير يعني. اللي موجود حاليا اقوى منا بكثير، لازم تساهم اذا بدك الوزارات. شو بدنا نعمل يعني؟ وزير هلا وزير الثقافه روني عليجي، انا شايفه انسان منيح وكثير منيح ومهم،
بده يشتغل، فان شاء الله انه يشتغل على هالصعيد. وندعي من هلا لانه وزاره الثقافه وزاره التربيه لازم يتدخلوا فورا، ما يتكلوا بس على الامن العام، شو عم بيراقب الامن العام من نصوص وبرامج تلفزيونيه، لازم وزاره الثقافه وزاره الاعلام وزاره التربيه. المجلس الوطني للاعلام بشك انه بعده مجلس وطني للاعلام، ما في شيء اسمه مجلس وطني يعني للاعلام، لازم تتدخل وزاره الثقافه وزاره التربيه وزاره الاعلام. بس ما حدا عم يعمل شيء، ما حدا عم يدور في حلول، للاسف ما عندنا حلول. شوفي على البرامج، البرامج المدرسيه اذا فت عليها كلها خطا بخطا يعني، بعدنا لهلا عم ناخذ على اطلال وامرؤ القيس و في في ناس ما بعرف بعد هالحكي اذا رح يخلونا نطلع عشان محطه تطلع لانك حكيت هيك بتطلع اكثر. مستحيل مستحيل عملتي علينا هلا عموما شو اسمه شو بيقولوا بلاك ليست بلاك ليست بالعكس ايدي مدي. بس كلنا عم نعاني من هذا الشيء، كل واحد مثقف بمهنته عم بيعاني من هذا الشيء، من موسيقي، من فنان اصيل، من نحن جميعا درسنا هيدي الشغله، بدنا نحققها بدنا نشتغلها وبس. اكيد برنامجنا ما خلص، خلينا نشوف جمانة شو رح تقول لضيوفنا. مساء الخير جمانة. مساء الخير رولا، مساء الخير لضيوفنا اليوم. حبي عن برج الجدي. برج الجدي حبي احكي عن برج الجدي اللي هو برج ترابي. برج الجدي عامه هالسنه عام التحديات، عام المنافسات، عام التحركات السريعه، يعني سنته حتكون افضل من سنين عمره كلها اللي مرقت، خاصه على الصعيد العملي. مولود الجدي حيكون بصفقات مهمه، مشاورات واتفاقات، وخاصه بشهر 5 في حدا معنا من برج الجدي اليوم. حدا معنا حلو اوكي. اتفاقاته حلوه مولود الجدي، وخاصه بشهر 5 مشاورات وعقود، صفقات بشهر 9 10. ماديا عمليا حيكون المال عنده بالعمل كمان، خاصه بالبورصه، اذا حدا بيحب البورصه من مواليد الجدي هالسنه حيكون عنده ارباح. وانا بقول له انه يهتم كثير باوضاعه العمليه اللي هي فيها المال اكثر شيء، البورصه، الاسهم، لانه اسهمه حترتفع كثير بالمال، وخاصه مولود الجدي اللي عانى شوي من الديون حيسكرها هالسنه ان شاء الله. عاطفيا حتزدهر، حيزدهر الحب عنده بنيسان مع الورود، وحتى بالخريف، بالخريف مش حتتساقط اوراق الشجر عنده. أوه. كمان حيكون عنده الحب مجددا. حلو. يعني اذا هون حب شهر نيسان في له لمولود الجدي بايلول ممكن يرتبط ان شاء الله. واذا كان مرتبط، اذا كان مرتبط هلا بنشوف شو عنده، هلا بنشوف الفرد شو عنده. هي قصدها اللي ما مرتبط قبل هلا عنده اللي شانس. هلا اذا مرتبط بكون يعني بصير عنده استقرار عائلي اكثر، بصير حب. كان عنده مشاحنات شوي زوجيه عاطفيه مع الشريك، عنده شوي مناقشات ما عم يمرق فيها. بالخريف لا بيرجع بيزهر عن جد، دائما نحن بننطر الخريف بتتساقط اوراق الشجر، بس بالخريف حيظاهر عنده الحب، ممكن يحب زوجه مره ثانيه او شريك حياته. حلو. يتجدد الحب عنده مره ثانيه. نيح. هذا بالنسبه لمولود الجدي هالسنه. شو بدك تقولي للوركا بما انه هي الجدي الست والجدي؟ يعني سؤال دائما بيسالوه قديش بتحبني؟ الجواب دائما بقول قد البحر، كنا بنعرف إن بقول قد البحر، بس انا بدي اسالك زوجك قديش بحبك؟ كثير. قد الدنيا كلها صح؟ ايه كثير. يعني انا بقول لك سلمي لي على زوجك كثير، انا اول مره بشوف بارقام من خلال ارقامك انه شريك حياتك بحبك هالمحبه كلها. عندك صفقات هالسنه ان شاء الله. عندك الجدي وطالعك القوس، يعني بتتفق انت وجارك استاذ علي، بتتفق انت وياه. بتتفق يعني جار الرضا اليوم. بكتب لك قصيده لحنا. ممكن تتفقوا على عمل مشترك يكون، ولو انه هو بيغني وانت بتكتبي، ممكن تكتبي له غنيه. ايه؟ ان شاء الله. قلمها كثير حلو. ايه ممكن تكتب لها غنيه يوم ما. قلمها وقلمها سوا. اثنين سوا. وقلمها بينحني للكلام الحلو. نعم. شكرا جماعه. بتشوف الخير من ولدين. احد اولادك بيسافر برا على كبر، بيحمل لقب وبيحمل جنسيه ان شاء الله. عندك بنت؟ عندي بنت وصبي. عندك بنت وصبي. الصبي بيتغرب، البنت بتلف كثير. بتلف الكرة الأرضية. بتسافر كثير. دائما باسمك. إيه. البنت بتلف الكرة البنت الأرضية. البنت اسمها سما كمان. سما قد السما. وسما قد السما. يعني بتحبك بعد السما وبتبرم السما كله وبتبرم الكرة الأرضية كلها إن شاء الله. والصبي بيتغرب عنك، بكفي دراسته برا إن شاء الله.
عندك اتفاق على عمل تلفزيوني ان شاء الله، حيكون بشهر 7. شهر 5 حتتحرك، حتتحرك خطواتك ان شاء الله، حتحققي هدف انت بدك اياه من زمان، هدف عمل ان شاء الله. عمل تتفقي عليه ممكن يكون كمان تلفزيوني يلتغى، لما يلتغى بتتفقي عليه مع عمل مع تلفزيون ثاني، بتقولي منيح اللي التغى هون لاخذ هون، بتقولي خي الحمد لله وصلت للافضل اللي انا كنت عم فتش عليه او اللي كنت انا عم بتفق عليه. لوركا باخر السنه حنشوفك بغنيمه من المال ان شاء الله، يعني انت الفرص الصغيره بتغتنميها لتيجي الفرص الكبيره، الصغيره والكبيره هالسنه حتكون عندك ان شاء الله، وحيكون عندك غنيمه من الاعمال وغنيمه من المال وغنيمه من الحب. ما بعرف زوجك بده يفاجئك هالسنه، في مفاجاه من زوجك. شو اسمه زوجك؟ مازن، من احلى الاسماء لانه اسمه هوائي. مع اسمك انت بتتفقوا، حتى انت بالهواء موجود بارقامك باسمك، انت وياه يعني على بساط الريح، يعني صفرات بينك وبينه حتكون، وفي عنده رزق هو كثير. اسم مازن من اجمل الاسماء مع اللام والالف، يعني انت عندك اللام والواو يا ربي، اللام والواو. اوكي جمانة ان شاء الله. شكرا، شكرا كثير جمانة. نعمل استاذ علي. علي يلا يلا. دائما بيقولوا خلوا عينكم على علي وشيلوا عينكم عن علي، والله يجيرك من العين يا علي، وانا بقول لك حسن حالك من العين يا علي، ما تلومهم بيحبوك كثير، لانه قد ما بيحبوك بيأذوك، والعين يعني ربنا يعني الله استجار من العين، العين كثير صعبه، فانا بقول لك من هلا وبكل سنه وبكل يوم حسن حالك من العين يا علي. الله خير حافظ وخير محيط. ايه حسن حالك. قدر الله وما شاء فعل. ايه علي معيون، علي محسود، علي محبوب، علي مسموع، كلمتك مسموعة وين ما رحت، مش ضروري تغني، إن حكيت كل الناس بتحبك بحكيك، بقعدتك بتحبك، بونسك بتحبك، بكرمك بتحبك، حلو. بعاطفتك بتحبك، بحنانك، قديش بدي أقول لك، أنا عم بردد اسم علي لأنه أنا بحب اسم علي. ونحن بنحبك كمان. أهلا وسهلا. بدي أقول لك شغلة، تقول يا علي، أسماء الله العلي. دائما رددها خاصة يوم الجمعة، شو ما بدك يوم الجمعة بتدعي، يوم السبت تطلب، شو بس تطلع الشمس تظهر وتطلب، ما حدا بيقول لك لا. كل أسماء الحسن، الله الحسنى على راسنا إن شاء الله. هالسنة أسفارك كثير ومثمرة إن شاء الله. الحمد لله. عندك أستراليا، عندك أمريكا، عندك الخليج، حتقولي منين عم تجيبين هول هول، أنا ما شايفهم، لا حتشوفهم إن شاء الله. ما شاء الله. أنا ما بدي الأرض بظهر لبرا، بس حتشوفهم إن شاء الله. صحتك كثير منيحة. وعندك لله. ارزاق ان شاء الله بشهر، خاصه شهر 5 و7 و10 و11 عندك ارزاق، يعني كل السنه اسم الله. هذا من فضل ربي. ايه. نعم الحمد لله. ايه طبعا. هذا الفنان مجدي مشموشي. ايه نعم. عندنا برج الثور. اوكي، يعني باسمك صنع المجد، ومن باسمك انت صنعت فنك. حلو. برهنت انك انت فنان عظيم، لكن حتثبت هالسنه انك فنان كبير وممثل كبير، حنشوفك بالسينما مش على موعد، لا حنشوفك بفيلم سينمائي حتتفق عليه هالسنه ان شاء الله. بس هالفيلم السينمائي ممكن يكون لقضيه لبلد، حتكون انت احد ابطالها ان شاء الله، ممكن قضيه بتخص فلسطين، ومش بس قضيه، انت بعد كم سنه من بعد هالفيلم حنشوفك بارض فلسطين، حنشوفك على ارض فلسطين. لا جوا أرض فلسطين حتتحرر، ما بقى مطولة. هلا بعد كم سنة؟ أنا بقول لك 2020 سجل هيدا التاريخ، أنت أول واحد حتحمل العلم الفلسطيني وحتكون بالمقدس إن شاء الله. يا رب. إن شاء الله. إنه 2020 أنا خلاص؟ إن شاء الله 2020 فلسطين بتتحرر. بعد كم سنة؟ 5 سنين يعني؟ 5 سنين. أوكي؟ حلو. بنشوفك هونيك. يعني هيدي معلومة لازم تسجليها. معلومة لإلك، لأنك بس تروح حتتذكرني هونيك. لكل الناس، لكل الناس. إيه للشعب الفلسطيني. حتتذكرني. لكل الناس، شغلة عظيمة هي بعد 5 سنين إن شاء الله. بس تتذكرني هونيك. نحن بنسويها إن شاء الله. إذا وصلت قبلي. أوكي؟ روح معي عليا. أكيد إن شاء الله. كلنا بنروح. يمكن أسبقك كمان. طبعًا. ما بدها عزيمة القصة، كل العالم بده يروح. العالم كله من برا ومن كل العالم حيجي ويزور المقدس إن شاء الله. رزقاتك حلوه ان شاء الله. جاي على بالك تشتري بيت؟ عندي الحمد لله انه بعد بيت ثاني. جاي على بالك يا بيت يا تعمر بيت. بدي اعمر بيت ان شاء الله. بدك تعمر ان شاء الله. 2016 بتعمره، هذه السنه لا، السنه الجايه هالسنه بدك تلملم، بدك تجمع اموالك، بدك تجمع اعمالك، بدك تنفذ اعمالك،
بدك تطلع ان شاء الله برزق حلو، و2016 حنكون حنشوفك ببيت حلو كثير يا رب باذن الله. بتشوف الخير كمان من ولد بحياتك باذن الله. من ولد بحياتي، من ولد ان شاء الله. ان شاء الله هذا بدي صحتك منيحه. صحتي؟ صحتك كثير منيحة الحمد لله يا الحمد لله. انت مرات بيقطوع شيء صحي من فترة؟ لا ما يعني بس بدخن انه حنوقف. لا صحتك منيحة بس بروح على فلسطين اكيد بتدخن كثير. طب شو رأيك تاكل كل يوم الصبح حبة كيوي؟ كيوي الصبح؟ ايه مشان شرايين القلب كلها تتفتح. معلش انا قالوا لي عن لقطين. لقطين منيح، لقطين كثير منيح. وانا عم بعطيك شيء كمان حلو، الكيوي. دكتورة جمانة للكل جمانة ولا بس له؟ لا لا له، لأنه بدخن كثير. اللي بدخن كثير وتبقى مروق لعندها على الكلينيك الساعة 5. شو بتنصحيني أنا؟ شو جمانة؟ لإليك دائما قبل ما تنامي، قبل ما تنامي تدعي الدعوة الحلوة اللي أنت بدك إياها. وقبل ما تنامي تقولي يا رب، تتكلي على الله قبل النوم، ولما تفيقي تتكلي على الله، لأنه أنت رزقك. وبدي أقول لك شغلة، رزقك على رزق مسكين، عطي صدقة لمسكين كل يوم، أو بالليل ظهريها من عندك بالليل. يعني دائما عندي غروب طلعي صدقه، وعند الصبح طلعي صدقه، واتكلي على الله. انا ما بنصحك بشيء لانه انت اتكالك على الله بيكفي. طيب جمانة في شيء هيك بالطريق لإلي او العليا مثلا؟ هيك شيء إيه. إلي في في قرار بدك تاخده، بدك تحسم امر ما ان شاء الله، غير انه بدي الا لرولر. ما تنسي كمان، ما تنسي هو عليا. عليا ايه عليا يعني علي صار عنا اثنين، يعني في اثنين صار علي. تخيلي مسرح بدنا واحد ثالث بيطلع كنز. قولي بعلي واحد بيطلع كنز، بعليا كمان بيطلع كنز اكبر، بالثالث يعني بنقول الله اكبر طبعا. بس في قرار حاسم بدك تحسم قرار هلا، في قرار مهم بدك تاخده، وبتقول يا ريتني اخذته من زمان مش من هلا. بدك تنتقل من هالتلفزيون، حتكون مش على التلفزيون، حتكون باتفاق مع شيء ثاني، شركه بشهر 4. بدك تبلش فيه بشهر 5، بس الاتفاق حيكون بشهر 4 ان شاء الله. انا يعني حنشوف. ما حتغنيها عند الناس، حتغنيها بينك وبين نفسك. شو بقولوا؟ كاد العوازل فلفله. حتغنيها عن جد. يمكن انتوا بالبيت، انتوا نايمه مبسوطه بهالتخت، انتوا عم فيق الصبح، بس عم تقولي كيد العوازل فلفله. بدك تفلفلي العوازل كلهم اللي حواليك بهدف عمل مهم، برزق مهم. بس الكل حيشير يعني يعني رولا يشار إليها بالبنان 2015، وخاصة إن شاء الله هالشهرين إن شاء الله. يعني بقول لك أنا بشهر 4-5 تطلع طلعتك الحلوة إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي جمانة. ميرسي. شكرا لأيسي. شكرا جمانة. شكرا لك. شكرا. خلينا نشوف شو هو ريبورتاج اليوم. مرحبا. كيفك يا حلوة؟ منيحة. مرحبا. كيفك؟ كيفك يا صغير؟ كيفك؟ هزي شو بتخبرينا؟ شو بدي أخبرك؟ وضع صحتك وصحتي. بالنسبة للأشغال، شغل أولادي واقف كله. جوزي عامل حادث بعيد عني، ما في يشتغل. الأولاد الهون ولاد ولاد بنتك؟ ولاد ابني. ولاد ابني بيشتغل بالجمعة أيام ثلاث أيام، أيام يومين، أيام النهار، حسب يعني ما يطلع معه الشغل. كيف بتعيشوا؟ الحمد لله صبر عقدني عقد ضوء. شفت برا زعتر ولافاند وسكر. بالنسبة إنه جوزي ما في يشتغل، بيروح بعض الطرق بيجيبهم تنعملهم تن حق الخبزة تنعمل. أنا عملت حديث كلفني كثير، العص كسران، خرزت خمسة أربع شقفات وحاط ثلاث نقود، والحمد لله حط 3 كيلو دم. ما بقى فيني اشتغل، بروح مع حالي وبس. الله يقدم لك الصحة. الله يحفظك ويطول عمرك. الأولاد عم بيروحوا على المدرسة؟ بيروحوا مدرسة رسمي بكسرة. يعني مثل ما بتعرفي الاوضاع، يعني لو ما في مساعدات للمدرسه منا قادرين نقدم على المدرسه. والطبابه كيف؟ والله حسب. اوقات فينا نجيب دوينا، اوقات ما فينا نجيب. ايام فيني روح على الحكيم، ايام بالفعل الدواء عندي، اذا بدك الدواء فرجي كيف جيبه.
انه شي مني عم تحكي الا سادة سادة سادة. وهالغرفة قاعدين فيها والحمد لله، يعني بنضل نقول انه في سقف راسنا سترنا. بس في مشاكل كثير بهالاوضة. فيها مشاكل يا اختي، بس بنرجع بنقول الحمد لله احسن ما نقعد بالشارع. هون رطوبة هيك، هيدا اسفل الخزان كعب الاسطور، في خزان ورا. منين خزان ورا البيت. هاي الرطوبة بترجع لهون والحمد لله شبه ما احسن من لبنان. هي البيت لإلكم؟ لا. لهون اجور. هيدا 100,000 شهر يا الشهر يدور. هي 100,000. كثير بتتضايق انه مش قادر تأمن لهم حياة حلوة للأولاد. ايش بدنا نعمل؟ ايش بدنا نعمل؟ لما بدنا نروح؟ شغل ما في. الملك شايفها في شيء ابدا. ولادي كانوا بالمدرسه، تعال مفيد لعنك مرضت، جوزي عمل حوادث، طلعوا كلنا من المدرسه. كم شخص قاعدين هون؟ في ولاد ابني 4 اشخاص، انا وجوزي وبنتي وابني. بنتك كمان مجوزه؟ لا، اهلي عزابي، البنات مجوزين مع رجالهم، بس العزابي معي بالبيت. ابني قاعد انا وياه. شو شاطرة بالمدرسة؟ الحمد لله. شكلك أنت شاطرة. إيه. كيف بيروحوا على المدرسة؟ بيروحوا مشي. من دي بتبعد المدرسة؟ بتبعد شي ربع ساعة 3 ساعة تقريبا على المدرسة. حتى بالشتي؟ بالشتي بكل شي. ما ماني قادرة أمن للأوتوكار وأدي. يعني مثل ما بيقول ورا بتطلع بس أكثر الأيام ما فينا نأمن عليه. عادي حد هون تشوف. انت شاطره بالمدرسه؟ ايه شاطره. كثير ولا شوي؟ كثير. لما بتروحي ماشي بتتعبوا؟ عادي. تعودتي؟ بس عرفت انه اختك بتتعب. اختي صغيره. بتنطريها هيك تترتاح انت وترجع بتاخديها معك. ايه. مزبوط؟ الصبي صغير عنده ربو قلتي لي؟ ايه نعم. من وقت اللي خلق ربو عطول. وحيد شوة بدل يعمل مي، صوتر هون بقلب البيت، المي بدل تنقط بالقصاطر، القصدر مبين، المي بدل رطوبة فيه على طول. إن شاء الله خير يا حجة. عنية الله مثل ما الله بيريد. الله يقدم اللي فيه خير. علي، بتعتقد لإيمتى رح يضل في بلبنان هالقد كمية كبيرة من الناس المظلومين؟ بقول لك بيتعتاب عليها؟ ايه تفضل. أسرى مثل من عاشوا بلدهم، أسرى مثل من عاشوا بلدهم، العجز عن واجب العيش بلدهم. وين الأغنياء الصانوا بلدهم يعينوهم على حمل الأمصار؟ وين الأغنياء الصانوا بلدهم يعينوهم على حمل الأمصار؟ يا عيني يا هي لا 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 يا هي. اسلام هتم لوركا. الحقيقة شيء حزين اللي شفناه وبنشوفه دايما وين ما كان. البلد في عدد كتير كبير من الناس الفقراء، وأنا بظن إنه هذا شيء مقصود. يعني لما الإنسان بيصير كل أفكاره وكل حياته عم يركض ورا خبزه ورا ميته ورا كهربته ورا الطبابة تبعيته، معناتها هو هالقد محصور تفكيره بهيدا المطرح، ما في يفكر بأوسع من هيك، ما في يفكر بشو عم بيصير بهيدا البلد. فأنا بظن إنه هيدا الشيء مقصود من سياسيينا من زعمائنا، إنه أنت
دبر خبزاتك، دبر كهربتك، موتور اشتراك كذا، وشو بدك بالنظام؟ سقط ولا ما سقط؟ شو بدك بالبلد؟ شو بدك شو عم بيصير بسوريا؟ يعني عم بيحجموا لك افكارك، عم بحطوك قدام مشاكل شخصيه هالقد ملتصقه فيكي بدك تامنيها، وانه هذا حق طبيعي انه الواحد يكون عنده بيت واكل وشرب، بس كله مقصود طبعا. ليش نحن الشعب اللبناني ما بتسالي رولا حالك، ليش الشعب اللبناني ما بينزل على الطريق بيطالب بحقوقه، بيطالب باسقاط النظام، بيطالب بمحاسبه الفاسدين؟ ليه؟ شو الجواب؟ الجواب انه كل واحد مشغول بحاله. ليه مشغول بحاله؟ هيك مرسوم ببساطه. مجدي، انا حكي منيح، بس انا بشوف انه نحن ضحايا. هول الجماعه اللي شفناهم مش للعرض طبعا، يعني انه انا صرت عم بتضايق لما عم بيعرضوهم بالتلفزيونات وكانه عم نتباهى انه عم نلاقي ناس معذبين لنعرضهم او جوعانين او مقهورين. بس مجدي، بس سوري يعني عم بقطعك، نحن بدي اقول لك واقول للمشاهدين انه نحن برنامجنا هاي الفقره بالذات معموله لمساعده هدول الناس. اللي بحب يتبرع في رقم باسفل الشاشه، بليز قد ما فيكم وقد ما بتقدروا حتى لو دولار ممكن يقدر يفيد هالعائله. تفضل مجدي. فهول الجماعه ضحايا ونحن ضحايا، وكل حي، كل شخص حي بهيدا البلد ما عدا اصحاب اللعبه ضحايا. انا كثير سعيد ب وزير الصحه انه عم يعمل هالحمله هيدي ضد الفساد، بيلحق هودي كم دجاجه فاسده واللحم الفاسده بس ما بعرف ليش ما بيضووا اكثر كل يوم على ناس عم بتموت من الجوع. يعني هودي مستعدين ياكلوا دجاج فاسد ليعيشوا، على فكره مستعدين ياكلوا لحمه فاسده ليعيشوا، واللي وصلهم لهون هن الوزير الموجود واللي قبله واللي قبل قبله، وصلوا هالجماعه وصلونا لنا لهون. طبعا انا بقول شغله، حتى الجيش ضحيه. يقبرنا. نحن بنقول نحن نعلن ولاؤنا للجيش اللبناني، وهذا عم تطلع على احدى المحطات التلفزيونيه. الجيش اللبناني ضحيه هذه الدوله. الجيش جيشنا تعبان، جيشنا بيشبهنا، نحن ضحايا وهن ضحايا وهول ضحايا. والداعشيون الممددون، هول داعشيون على فكره، كل واحد داعش بطريقته. هول جماعة مضطهدين من داعشيين موجودين حاليا، خليهم يحاربوا نفسهم قبل ما يحاربوا الاخرين. نعم. وعرفت حكي كثير بلش على بدني طبعا. بس انه يعني انه داعش داعشيين هول جماعة، انتبهوا منهم، هول عم يلعبوا فينا، الزعماء الموجودين عم يلعبوا فينا، نحن الضحايا. مش كل واحد يطلع يعمل بطل علينا، خلي يعمل بطل على الوزير اللي قبله واللي قبله واللي قبله، مش يعمل بطل على هالعالم هدول اللي كم دجاج فاسده وكم لحمه فاسده او هال. شوفوا العالم، بس عم بيقولوا الوزير الحالي عم يشتغل يعني كتر خيره. ايه كتر خيره، بس يحاسب الوزير اللي قبله. لا بس يحاسب الوزير اللي قبله، ويحاسب الوزير اللي قبل قبله، يحاسب وزير الزراعه اللي قبل. بس ليش؟ بس نحن اكيد بس نحن بنقول ليه ما بيفتحوا المستشفيات للمعتقلين؟ اشغال وزير الاشغال اللي قبله واللي قبله واللي قبله، هول لازم يتحاسبوا مش النتيجه. مين المسبب؟ مين كان مين اللي كان عم يقبض لهول يبقوا؟ هول الجماعات اللي عم يبقوا هلا اللي عم نحاسبهم، مين كان عم يقبض قبل؟ بس كثير من اللبنانيه معك، لانه بتزعلي اللي بتروح على مستشفى مثلا بيكون ابنك او حدا بحاجه لعلاج وما في مستشفى بتلمه. صح، بس انا معه بشيء وضده بشيء. لمجدي، مجدي اوكي لازم يتحاسبوا المفسدين، بس انه نحن نلعب دور ما بيسترجوا ما بيسترجوا يحاسبوا بعضهم. كيف عم لك لازم ما بيسترجوا يحاسبوا بعضهم؟ اوكي ما بيسترجوا، بس لعب دور ضحيه. نحن شعب ضحيه. نحن طب ليه عم ننتخب؟ هيدا اهم هلا عملوا انتخابات كله بينزل، ليش؟ غنم. اها، فاذا ما يعني بالنهايه ما رح نوصل لنتيجه. بس قال شغلي، نحن الجلات والضحيه مع بعض. مجدي ذكر الجيش، وانا ما فيني ما احييه، لانه هو جيشنا عم بيعاني كثير، ونحن صدقوني جيشنا من اهم جيوش بالعالم، لانه اللي عم بيصير فيه ما في جيش بيقدر يتحمل. تحيه لإله، تحيه لكل انسان بحيي الجيش وكل انسان بحب الجيش، لانه نحن بلا الجيش ما بنسوى شيء. بريك ونرجع لكم.